خط مميز او تقيل شويه. كنا زمان واحنا لسه قبل ما يبقى فيه كمبيوتر كنا نحط خط تحت اللي بنعمله النهارده قول، وبعدين نخش بقى على التقارير، وبعدين الصحف، وبعدين المواقع الالكترونيه. نفس الشيء بيتبع في المراجع الاجنبيه، بنعمل نفس الحاجات. انت الموضوع ده عندك ايه؟ مش فمحتاج ايه؟ مراجعه. اما فيما عدا هذا فطبعا انا يعني استغرقت وقت طويل في تقديم ملاحظاتي بشكل يبدو من خلال تجارب شخصيه، لكن الحقيقه انه هذه التجارب بتكشف عن، لانها معايشه بالملاحظه، بتكشف عن واقع احنا عايشينه. ودايما الباحث لا يكتفي بما ينتهي اليه من نتائج من خلال ادوات بحثيه محدده، ولكن لابد ان تكون رؤيته للنتائج اللي بيحصل عليها نتائج رؤيه علميه بتفسر، وده اهم شيء، هذه النتائج، لانه النتيجه ممكن تكون مضلله، فانا لازم افسرها يا اما في ضوء الدراسات السابقه، يا اما في ضوء النظريات العلميه، يا اما في ضوء الحاله الثالثه اللي هي المشاركه في المجتمع وملاحظة ما يجري في المجتمع. وهذا ما أتمناه في رسالة الدكتوراه بالنسبة لك، إن هو إن شاء الله تقدمي لنا رؤية متعمقة في نفس هذا الإطار. يعني المجال اللي أنت بدأتيه ده يحتاج إلى دراسات عديدة. أنت أولى وأقدر باحث أو باحثة تقوم بهذا العمل ان شاء الله في مرحله الدكتوراه، ربنا يوفقك. اشكرك واشكر لجنه الاشراف على هذه الرساله، واشكر زميلي الفاضل الاستاذ الدكتور عبد الغفار رشاد وكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، واتمنى لكم جميعا التوفيق. تفضل يا استاذ. شغال بس انا صوتي عالي يعني. انا في البدايه طبعا اتوجه بالشكر لاستاذنا كلنا جميعا الفاضل استاذ الدكتور كمال المنوفي الذي بدات معه نهى العمل، وكنت احب فعلا ان انا لا احل محله لولا الموتى هو الذي حل، فليرحمه الله ويرحمنا جميعا زي ما بيقولوا. طبعا وبشكر الاستاذه الفاضله الدكتوره امل حماده، حيث فعلا استطعت انها تتابع الباحثه معي في اطار اخراج هذا العمل. وطبعا يعني الشكر موصول للجنه، الاستاذ الفاضل الدكتور علي عجوه العميد الاسبق في كليه الاعلام الذي تابعت معه برضه الباحثه الاستماره، وكان يعني ادى لها عدد من النصائح الجيده، وايضا الدكتور عبد الغفار رشاد. وفي الحقيقه يعني انا بعتز جدا جدا بزملاتهم ان انا مزملاهم النهارده في هذه الجلسه العلميه المهمه والمفيده. وفي الحقيقه لا يتاخر عني ابدا يعني الاستاذ الفاضل الدكتور علي عجو على رغم مشاغله الكثيره جدا والدكتور عبد الغفار، انما عندما اتحدث معهم نعم في يلا فين الموضوع، عايزين فعلا نشوف الرساله. فانا بشكركم طبعا على هذا الجهد الجميل او الرائع اللي انتم قمتوا بيه. بالنسبة لنهى طبعا أنا أعرفها من سنوات طويلة منذ أن كانت في السنة الثانية ودرست لك فكر سياسي أيديولوجيات سياسية، وكانت فعلا من الطالبات النابهات واللي تنبأت إن هي هتحتل مكان مهم معانا كهيئة معاونة، لكن لم يحالفها الحظ، هي معاها مرتبة شرف. معلش يا نهى ان شاء الله في خير كتير جاي، انا اعرفها من زمان، هي ما تعبتنيش في الشغل بتاعها من حيث القراءه، يمكن بس تعبتني من حيث الطموح الزائد. يعني كانت دائما بتيجي تزورني اتخوف جدا من مجيئها، لان بعد انا عرفت طموحها الزائد فبقيت اقول لها فرمي شويه، خلي شويه للدكتوراه، لان هي فعلا لا تتنازل ابدا عن الدقه والرغبه في التعمق في الموضوع.
الرسالة كانت حوالي 500 صفحة. حاولت الدكتورة أمل بصت وأنا بصيت واختصرناها إلى وضعها الحالي. برضه هي مازال فيها تمتلئ بكثير من الجداول، شطبنا الكثير. الرسالة أعتقد إن من يقرأها الوهلة الأولى يعتقد إنها عمل جماعي، يعني باحثين، اثنين باحثين أو ثلاثة، إنما هي عمل منفرد فعلا قامت بيه باحثة واحدة. أنا أعتقد إن هو عمل علمي جاد وراقي وفعلا يستاهل. حتى بالي نقول للباحث ما تقولش إن عملك يمثل إضافة للمكتبة العلمية، خلينا إحنا نقولها. فأنا هقول، لازم أقول لك الجملة دي، إن فعلا يعني برغم إن أنا يعني شهادتي مجروحة بالنسبة لك، إنما أنا في كلمة ما في قلبي عايزه اقولها لك، ان فعلا شغلك دوت وبعد التعديلات ان شاء الله اللي هتعمليها اللي قالها لك الدكتورين، انك هيبقى ده اضافه فعلا للمكتبه وسد ثغره في المكتبه العلميه. فالرساله فعلا زي ما حضرتك قلت يا دكتور علي، حاولنا نتغلب على مشكلات، منها مشكله العينه، وهي كانت عندها رغبه كبيره انها تدخل مع الشباب النشطاء. طب ده كويس، انما دخلنا كبار السن برضه كحاجة بتحكم بين الاثنين. واعتقد ان احنا ما زلنا يا جماعة في حاجة برضو لمزيد من الدراسات اللي هي بتيجي تدرس ملامح التغير في الثقافة السياسية المصرية، وده طبعا الموضوع المهم اللي الدكتور عبد الغفار رشاد بقاله سنوات طويلة مهتم فيه وكتب فيه أبحاث كثيرة، لكن اعتقد ان احنا ما زلنا في حاجة الى هذه الدراسات في كتابة المراجع. نعم، بس يعني احنا هنا في الكلية بنمشي الوثائق ثم الكتب ثم الدوريات ثم الرسائل ثم بعد هذا بقى الوسائل الأخرى لحد ما بنوصل للقواميس والمعاجم. أنا يا نهى مش هطول، وإنما أنا شايفة إن أنت عملت جهد علمي كبير جدا، وأنت كده بقى مسؤولة بقى عن الجهد اللي بعد كده. فإحنا دلوقتي بنسجل لك، يعني أنا من دلوقتي أنا بنتظر منك مزيد من الجهد زي ما قالك الدكتور علي. ما تخسريش بقى الحتة اللي أنت واقفة فيها دلوقتي، حاولي تبني عليها، ما تروحيش لمكان تاني أو لتخصص بعيد عن هذا التخصص بعد ما اكتسبتي فيه يعني باك جراوند واكتسبتي فيه عمق فعلا. واتمنى لك التوفيق، ويا ريت بصراحه ان هذا العمل يخرج في صوره كتاب برضه لكي تعم الفائده ولا تستاثر بها فقط كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه. ولن اطيل اكثر من هذا، وانا بهنيكي وهني اسرتك على هذا العمل. اتمنى لك التوفيق. شكرا لكم جميعا، ونستأذنكم في أن تختاري اللجنة للمداولة وتعودون إلينا بعد 10 دقائق للاستماع إلى الحكم بإذن الله. شكرا. لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم السياسية في تمام الساعة 12:00 ظهر يوم الثلاثاء 29/3/2016 اجتمعت اللجنة المكونة من الأساتذة: الأستاذ الدكتور علي عجوة، الأستاذ الدكتور عبد الغفار رشاد، الأستاذة الدكتورة ماجدة صالح، لمناقشة الطالبة نهى طارق عباس حسن لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم السياسية في موضوع التغير في الثقافة السياسية المصرية وثورة يناير 2011 دراسة ميدانية للشباب المصري. استمرت المناقشة زهاء 3 ساعات، وبعد المناقشة اختلت اللجنة المداولة واقترحت منح الطالبة نهى طارق عباس حسن درجة الماجستير في العلوم السياسية بتقدير جيد جدا، لأن في الماجستير في السنة التمهيدية الدرجات ما نفعتش تتجمع مع رسالة لكي تؤدي إلى امتياز، إنما رسالة طبعا امتياز، إنما بنجمع الاثنين مع الأسف فجمعهم ما وصلش إلى امتياز يا نهى خالص. إنما طبعا تقدير الرسالة امتياز، إنما التقدير العام بتاعك جيد جدا. انا واخد في الماجستير طب ده فتح لي طريق للدكتوراه بعد مرتبه الشرف الاولى. طيب
طيب الأقارب اللي يحب يتفضل معنا. رميتها بقى. ممكن تطلعي. دينا يلا اطلعي. ألف مبروك.